أمطار خير وبركة على مدينة الرياض، وجعلها إن شاء الله أمطار عامرة بالخير. يلعبها مرة ثانية، يحاول هو جول في المرمى، وحكم المباراة يقول أن في هدف في المرمى، ويطلب منصور من الفريق الانسحاب نظرا لتدهور حالة الطقس، لكن يستمر الفريق. يلا يا فيصل، فيصل الحكم، فيصل يلتحق بي في كاميرا التعليق الأخ منصور القرني. أبو علي كفو يا بابا، كفو يا بابا، أقنعني معاي. الأخ طبوط الكبير، وكذلك يا اللاعب التنمية، اللاعب الرائع تمنية ما أدري اسمه هذه. يا لا 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 الآن نشوف آخر مباراة في الدقائق الأخيرة. انجيبان علي كمكمي، علي لكن مرت هذا اللي ما شاء الله رأسه، ما شاء الله تبارك الله، رأسه كبير، يده كبيرة، ومخه كبير، خلاصك ولعبه كبير. فيصل بن قربة وعلي كمكمي الى عبد الله الجيبان الى علي، لكن مرت الدقائق الاخيره، ثلاث دقائق وقت بدل الضايع، حسب الحكم. وفيصل بن قربة زعلان على اللعب السيء من الفريقين، لكن هذا يرجع الى سوء حاله الطقس، لكن ان شاء الله امطار خير وبركه. يحاول، كان فيها انفراد ولكن ضاعت الكوره. اريك فيهم لا معلق منهم. كوره خطيره، كرة ملعوبة يا لعيب، يا سعد يا كمكمي، يا علي كمكمي غلطتم انا، يا علي يا كلثمي، وسعد الكلثم يحاول يلعبها لعبد الله الشهراني. شهراني يمر يمر الشهراني مع علي، يحاول يحاول، خلاص خلاص خلاص، انجبال النهائي، بطولة بطولة مش بطولة. يا سلام عليك يا ولد، اطلع يا عبد الله، شوف المخرج، فريق سرور فريقك فريقك، يلا بسرعة بسرعة. حكم المباراة علي كلثمي لفيصل، فيصل يلعبها، لا ارفع فوق بتنقطع. أنا ما أشوف شيء يا محسن. جول 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 جول. يا سلام، ملعوبة سريعة يا عبد الله شهراني، لقاء كبير مع سعد، سعد الكلثم. بسم الله الرحمن الرحيم، خلقت اجواء خطيره وجميله جدا. ارفع ارفع، لا لا عشان ما تنكسر، تنكسر تنكسر الشجره، تشوف معنا، تنكسر تنكسر ملعوبه، تنكسر. عطني قل كيف رايك يا استاذ سعد الكلثم، قل لي كيف رايك، يلا قل لي كيف رايك. راي اللاعب الكبير نجم البطوله، اللاعب المثالي سعد الكلثم. نعم نعم، حقيقه ان المباراه اكثر لاعب سجلكم الكباري، حاولنا لكن ما استطعنا في هذه بداية المباراة الجميلة في النهائي مع منصور وعبد الله الشهراني وعبد العزيز ملعوبة إلى بعد، مرة ثانية لصالح عبد العزيز، يلعبها فيصل، حلوة علي كلثمي، علي حال يشوت، يحاول يلعبها مرة ثانية، اطلق والله يا سلام يا سلام. شوف 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 عبد العزيز الشهراني من اين اطلق كوره، كبري كبري كبير في علي كمكمي. علي اتمنى تعليقك يا علي، تعليقك يا علي على الهدف، والله هدف. بسم الله الرحمن الرحيم، زحلق على طول، ايوه ما ادري كيف سوى، لا لا الا الله. عبد الله الشهراني حاور نفسه يلعب المحسن، ملعوبه خارج الملعب، ضربه اصحاب اصحاب البرايم واصحاب غير البرايم، منصور القري، منصور القري بينسدح. يا سلام، الله عليك يا محسن، محترف لاعب اخلاق خير في غيرها.
المروحة هذه ممكن تحاول تنكسر، لكن في تدخل عنيف اللاعب الفنان صاحب افضل كوبري في هذا اللقاء. وفيصل انا والله انا اعطاني والله كوبري ساعدتك ساعد على وجهك هذه على وجهك. انا في فاول 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 وفي تدخل تدخل لاعبين في مضاربه بين الفريقين، مضاربه اتمنى هذا المشاهد لا تتكرر، في تدخل والدم، ونطالب فعلا اداري فريق اداري الفريقين بعدم التقدم. يعني هذا لا ينبغي ان نجد في ملاعبنا وان نجد في هذه الامور في هذه المباريات. يعني احنا فريق كوره ولا بد ان نتحلى بالروح الرياضيه، وهذا ما يصلح ولا تعودونها. من حكم؟ حطها في جيبك يا حكم. كرت احمر، هذا كرت احمر مع عبد العزيز الشهراني، كرت كبير يعني يشوفونه اللي وراء اللي في الصيب يشوفونه. جيب الكره سريع، جيب الكره سريع. يقول منصور المنقرني منصور ما زال فاقد للاعصاب بشكل كبير. ما ادري مايكك هذا ولا هذا ولا اي واحد مايكك. انسحاب انسحاب من فيصل من قربه. ادخل علي كلثمي ومع عبد الله شراني. يا الله نشكر القناة الناقلة ونشكر المخرج. شوف الإعادة محسن الشهاري. نشكر القناة الناقلة قناة بداية على هذه المباراة الرائعة بين فريق الوناسة وفريق السعادة. أخ سعيد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الديربي بين فريق الله. لا 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 مش معقول. أشوف يا أستاذ سعد تحسن أداء اللاعب محسن الشهاري في هذه المباراة، ولكنه حماسي جدا وأنا خاف من الإصابات. لاعب نظيف يحاول يعدي مراوغة من اثنين. شوف شوف منصور قرني. يا ربي يا ربي يا ربي كبري. يا فاول 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 لك فاول لك فاول لك تدخل. خلوه يطيح. انا دائما اقول لهذا اللعيبه لمتى هذا التمثيل، لمتى هذا التمثيل. قم يا عبد العزيز، قم قم للمعلم وفي التمجيد. كاد المعلم ان يكون رسولا. وتجلي الرياح ولا تشتهي السفن كجلمود صخر حطه السيل من علي. نعم نعم. وباب جبنا ريح لا تلحسه كله ومن طلب العلا. سهر الليالي. لا 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 تخاف، فنحن ابطال المطاف. نعم نعم نعم. وهذه هذه شوف ايش يسوي فيهم. يا كرت 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 احمر، كرت احمر. لا 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 كرت احمر. كرت احمر في اعتراض. شوف 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 في اعتراض عبد الله الشهراني. لكن على مين تلعب؟ على مين عبد العزيز الشهراني في حراسة المرمى؟ وعلى مين تلعبها؟ وعلى مين يا ابن الناس؟ على مين تلعبها؟ يحاول يعدي مراوغة من اثنين. شوف شوف مسار. يا رب يبدا. لا 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 لا. يا الله ما هذا الشغب في هذه المباراة. يا الله يستفز اللاعب بشكل غير مطلوب. منصور اسمع الجمهور يقول يحيى عبد الله. يحيى عبد الله عبد الله يا منصور. هذه المشاهد لا تتكرر الا مع منصور. نعم يا لعيب يا محترف يا فنان يا طويل يا اخطبوط. اخي يا خرطبوط. اخي اخي سعيد الدوسري. يا سعيد الدوسري ارحب. لقد اتت لقطه بين اللاعب عبد الله الشهراني والكبير منصور القرني. نشوف عبد الله الشهراني بوضعيه اوس. ما عبد الله الشهراني يقول اوس وكلكم فاقعين جبده. محسن يا رب يا رب. هذه المشاهد يا تعلقت يا عبد العزيز صدى ببطوله صدى ببطوله بن عبد العزيز. يا رب ما الذي يحدث في ارضيه الملعب؟ واو 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 واو. يلعن بالعين. شوف 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 شوف. يبدو ان هناك تطور في اللعيبه. يا الله من اين توب يا هذا الحارس.
من اين تابع هذا الهجوم؟ عبد الله الشهراني، عبد الله يمسكها، حارس المرمى يطقطق يا ولد يا ولد. الحارس حارس والمرمى مرمى والملعب ملعب يقول لعيبه لعيبه يقول لك الله. يقول المثل، يقول الشاعر علي الكلثمي، الحارس حارس لو قام من النوم الحارس حارس لو قام من النوم وعبد الله الشهر يا رب مستحيل. منصور 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 القرني خلاص خلاص انهاها انهاها ابو علي ابو علي يا لعيب ابو علي لقاء كبير ابو علي خشمك يا ابو علي ابو علي يا لعيب يا محترف ابو علي يا اخطبوط سجل سجل انا نقطه سجل نفسك نقطه يا ود اقسم عليك الحين درجات شو مضاربه مضاربه وحب وتوادد بين اللاعبين الكبيرين علي الكلثمي وعبد الله الشهراني نشوف حركه هذه حركة رهيبة حركة اللي يسمونها في الأدغال حركة طرزان حركة ماوكلي حركة شوف 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 يلعبوا سبت أحد شوفوا شوفوا الثقة شوفوا التسخين علي 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 كم كمي بغى يخرب الأرض من نطته هذه ما شاء الله كبير لا 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 عبد الله الشهراني ومنصور بن قرني منصور الى عبد العزيز ويا سلام مدافع والله